كل يوم احنا فرحانين باش نكونوا معكم في هذا اليوم. بالنسبه لنا اليوم تاريخي اللي فينا اول شيء عادي من بعد الانتخابات، ولكن العمل راه ما انقطعش، مازلتش بوحدي، معنا 11 عضو وعضوة من المكتب السياسي اللي حاضرين، فيهم وزير ووزير، رئيس البرلمان، وزير سابق، رؤساء يعني فرق ديال البرلمان وديال مجلس المستشارين، النخبة ديال الحزب ديالنا اللي حاضرة معنا. هذا باش نأكد عليكم على الأهمية اللي كنعطيوها لهذه المنطقة، اللي كنعطيوها للعيون، كنعطيوها لأبناء وبنات العيون لمستقبل ديال هذه المنطقة. عرفتوا إخوان والأخوات تكلموا على مسار الثقة. اليوم حنا في مسار 100، مسار 100 ما يمكنش لينا نديروه بوحدنا. سنجيو نصيدو لكم، ولهذا أنا أفتخر أن الاجتماعات اللي كانت في الصباح هي جد مهمة، أفتخر أنني أجلس أمامكم ونسمع يعني توصيات الكبيرة الكبرى اللي خرجتوا بها، وناخذ كذلك الملف اللي خرجتوا به هذا الصباح باش نبنيو واحد العرض ديالنا في المستقبل إن شاء الله. وهذا الشيء درتو في جميع الجهات. اليوم جهة 11 وغدا إن شاء الله غادي نختموا الجولات ديالنا في الداخلة وتكون الجولة 12. الاستماع يعني هو شيء جد مهم، لأنه إلا بغيتي تخرج واحد العرض وبغيتي يكون العرض ناجح ويكون عنده واحد الإيجابيات بالنسبة للمواطنين، فلابد تسمع لهم، لابد تفهم أش كاين، لابد ما دير الفرق بين الأولويات، لأنه المشاكل هي دائما كثيرة، ولكن اللي كينجح هو اللي كيعرف يفرق الأولويات ويخدم بالأولويات ديال السكن. فإن شاء الله من بعد الاجتماع ديال غدا غادي يكون عندنا شي اجتماع من بعد كبير إن شاء الله ديال مع المنتخبين باش نعطيو العرض ديالنا بالنسبة لهذا الشيء اللي استمعنا ليه جميعا. هذه كتعرفوا منطقة عزيزة على سيدنا الله يسوع، هذه العيون عزيزة على سيدنا، العيون كتعرفوها العيون عينية وعزيزة على المغاربة كلهم. احنا أنا نعقل هذه السنين وقت اللي جا سيدنا الله يصوب يعني وتقدم البرنامج الملكي ديال النموذج ديال الأموي ديال الأعالي الجوية، وشحال كانت الفرحة هذاك النهار يعني أنه نشوفوا 77 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات اللي مبرمجة، واللي الحمد لله اليوم المواطنين يعني راه بداو كيمسوا يعني الثمرات ديالها، لا في الطريق بين تيزنيت والعيون، ولا في الجريفية في الاستثمارات اللي تعملوا واللي مازال بعد مشاكل خصهم نتجاوزهم هضرنا عليهم هذا الصباح، ومازال ليكستونسيون تعمل ان شاء الله باش هذيك المنطقة اللي هي صحراء وهي تولي كلها خضراء، وعلاش لنا تحلية ديال المياه الفلاحة في هذيك المنطقة، وكاين إمكانيات اللي هي كبيرة في المستقبل، لأن الفلاحة كتعطي الإمكانية ديال التشغيل، وإن شاء الله أن هذه المنطقة تلعب واحد الدور اللي هو جد مهم. هذه المنطقة كتعرفوا بأن الحكومات المتوالية خلات أنه إن شاء الله أنا قريب باش يخرج المستشفى الجامعي، وقريب باش تخرج يعني لا فاكولتي ديال الميديسين اللي موجود، وحنا عارفين بأن التلاميذ ديالنا منذ عامين وثلاث سنين يا
يعني هما كيقراو وكيدربوا يعني في السبيطار ديال العسكر، وهذا الشيء غادي يخلي انه يعني كذلك حتى نتوما تكونوا في الصلب ديال التنميه ديال هذا الشيء ديال الصحه. اذا الصحه عندنا استثمار كي كبير. انا نقول لكم دابا عندنا الى كنت شفتوا واحد الوقت كنا تشنا بعد لي ديسبونسير والنوغير اللي هما غادي يكونوا البوان دو كونتاكت مع المواطنين. اليوم واجده بين 300 و400 وقيل لوزي خصو عام باش يمشي يتشنهم كلهم. هادو وجدوا دازوا. يعني الحمد لله ان الصحه عندنا مجهود كبير، التعليم عندنا مجهود كبير مع الاساتذه يعني والمعلمين والمديرين واحد العدد ديال الفئات، وكذلك ماشي فقط غير معاهم ولكن كذلك غادي نمشيو في الوصف ان شاء الله ديال الاصلاح ديال التعليم، ونكون واحد الوتيره اللي هي كبيره واللي بدات من هذه السنه بدات كتعطي الثمار ديالها في هذوك لي زون اللي درنا فيهم التجربه. الدوله الاجتماعيه كما بغاها صاحب الجلاله الله ينصرو، حنا كنزلوها في الميدان. نعطيكم غير بعض الارقام. كان راميت يلاه كتعرفوا فين كيوصلك. اليوم كاين لاين يعني لا موديل التضامن، اليوم لا بلا كارت بالنمره ديالك لا مود تضامن يمكن لك تمشي للقطاع الخاص ولا القطاع العام وعندك جميع الامكانيات. وهذا اليوم 11 مليون اكثر من 11 مليون 11 مليون 200 الف اللي هما عندهم لايمو ديال التضامن اللي الدوله هي اللي كتخلص على المواطنين اللي ما عندهمش الامكانيات. هذا شيء جميل، هذا شيء جميل اللي كيخلي ان الصحه ديالنا ان شاء الله غادي تبدل في المستقبل. يعني الدعم الاجتماعي المباشر كما بغى سيدنا الله يصوم كنزلو اليوم تقريبا راه شفنا 2,500,000 عائله اللي كتاخذ الدعم المباشر لان عندها اولاد اللي هما كيقراو واللي خصنا نعطيهم لي زالوكاسيون ديالهم باش نعاونوهم، اولا عائلات اللي هي ضعيفه بزاف وما عندهاش اولاد. ف 2,500,000 اليوم وصلنا لهم هذه ديال العائلات اللي خدات ولا غادي تاخذ ابتداء من هذا الشهر تقريبا بين 500 درهم كاين اللي وصل 900 درهم وكاين اللي وصل 1,200 درهم على حسب يعني البرايم اللي كاين على ديال. فهذا يعني تحول نوعي ديال المجتمع ديالنا، تحول نوعي ديال العلاقه ديال الدوله مع المواطن، وماشي الكلام وماشي تسنينا حتى الجوان 2026 غنخرجوا هذا البرنامج. كان يمكن لينا نقولوا حنا كنوجدوا ولكن سيدنا عطى واحد لاجندا، حكومه تجاوبت بان هذاك المشروع اللي بغا سيدنا هو اللي غادي نزلوا ديسمبر ديال 22 ديسمبر ديال 22 هبطنا لايمو التضامن، يعني تقريبا عام من بعد ما جينا. ديسمبر 23 هذا اللي فات هبطنا الميدان والناس خداو يعني الدعم المباشر ديالهم. هذا الشيء كله يعني جد ايجابي. اذا الحكومه كتقوم بشغلها، الحكومه كما قال السيد الوزير والاخوان بانه حنا كان عندنا برنامج كنتعاونوا باش نزلو في ظروف صعبه وشفتوها وشفتوا المشاكل اللي جينا فيها ديال شح ديال المياه، قلص الامطار، الماء اللي ما كاينش، لا كريز ديال الاوكران، العدد ديال المشاكل اللي هي موجوده في العالم، الاثمنه اللي طلعت. ولكن نحن الحكومه ما كنتخداوش، كنواجهوا وكنشتغلوا بجديه، ماشي فقط نتواجهوا مع هذه المشاكل ديال الانفلاسيون ديال كنزلوا كذلك البرامج ديالنا. هذا شيء جد مهم، هذا الشيء كيبغي شجاعه
وكيبغي انك تشوف له قدام. انا كنعرف في الماضي ما كانش كويزين هو خالد يجي قاعد يتكلم لك على برامج جديد على ذاك البوجي. وسبحان الله في الحاله الاولى كانت كتاكل راسها دائما. اذا نحن اليوم في اتجاه اخر انه عندنا برامج غادي نطبقوها ومن طوع عندنا الشجاعه انه نواجهوا المشاكل وما نخليوهاش تدوز لواحد اخر في المستقبل. حنا اللي غادي نحلوها وحنا اللي غادي نتعاونوا بها ان شاء الله باش تكون. اذا نهنيكم بعد النتائج الانتخابيه اللي شفتوها. نهني المنصات الجهويه بواحد العمل كبير اللي كيعملوا الموسيقيين الاقليميين بالعمل ديالهم. انا درت معاهم اجتماعات الصباح واستمعت لهم فهم المشاكل اللي عندهم والاشكاليات. ولكن كاين الديناميه وكاين الشباب وكاين العمل. كملوا في طريقكم كملوا في طريقكم. كملوا في طريقكم. احنا داخل الحكومه عندنا اغلبيه متماسكه كنشتغلوا مشاكل ديالنا وهذا. ولكن الحمد لله زايدين الامام وغادي غادي في الطريق. وانا عارف وكنسمع الاخوان اللي كتكلموا كنسمع الروج كنتقال. ولكن نحن في حاجه الى اغلبيه داخل الجهات كذلك. حافظوا عليها ما يمكن ان تحافظوا عليها حافظوا عليها. شويه ديال الصبر شويه ديال الصبر. انتم عندكم العقل يمكنكم تفهموا يمكنكم تعاونوا. لانه علاش المهم في هذا الشيء كله هو المواطن. المواطن خصو يسمع البرامج ديالنا. خصكم تصحوا لي كنطلب منكم انه هذه الاجتماعات اللي كنقوموا بها معكم انها توصل للمواطنين توصل للعمل ديالنا اللي كنديروه داخل يعني الحكومه في هذا الشيء ديال الدوله الاجتماعيه ولا ديال الاستثمارات. يعني راه ما يمكنش يمشي هكذا ما شافوا حد. راه عمل كبير اللي ما عمره ما تم في التاريخ ديال المغرب. خاصكم تكونوا فيار يعني فخورين يعني بالعمل اللي كتقوم به الحكومه الحزب ديالكم الاغلبيه. وحنا معكم يد في اليد. انا جد فرحان في حق يعني كل مره كنجي للعيون ولا كنقول الا وكنكون فرحان. ولكن الحضور ديال اليوم الناس اللي حاضرين اليوم ولا كاليتي ديال الناس اللي كاينه اليوم كنهنيكم برافو عليكم على الاجتماع.